لتفاصيل أوفى تنضم إلي من العاصمة الأمريكية واشنطن الصحفية والباحثة السياسية هادي لويس. سيدة هادي، أهلا بك وكل التحية. إذا بايدن يستهل رئاسته بتوقيع أو يومه الأول بالأحرى على 17 قرارا تنفيذيا يهدفون لإنهاء تنفيذ قرارات اتخذها دونالد ترامب. إلى أي مدى تعتقدين أن بايدن سيسلك نفس النهج خلال فترة حكمه الأولى؟ ما هي القرارات التي أولى بالرعاية لإلغائها والتي اتخذها ترامب؟ نعم، شكرا لك. طبعا رأينا من الكلمة التي ألقاها جو بايدن في حفل التنصيب يوم أمس، ورأينا من أول قرارات وقع عليها هو يركز على أمور داخلية تهم الداخل الأمريكي وتهم المجتمع الأمريكي إلى حد كبير، لا سيما الاقتصاد، مشكلات المناخ ومكافحة وباء كورونا. اليوم سمعنا من إدارة بايدن أنه وصل إلى البيت الأبيض ورأى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تكن تملك تقريبا خطة متماسكة لمكافحة وباء كورونا، وبالتالي هو يتراجع عن عدد من القرارات المتعلقة بوباء كورونا الذي كان ميل الرئيس ترامب للتقليل من خطورة الوباء. اليوم هناك خطة شاملة جديدة يطلقها جو بايدن للتعامل مع وباء كورونا وأيضا للتعامل مع التبعات الاقتصادية المترتبة على هذا الوباء، طبعا بالإضافة إلى ملف الهجرة الذي كان وعد كبير لجو بايدن خلال الحملة الانتخابية. هو يطلق برنامج هجرة شامل جديد برمته، من ضمنه رفع الحظر على قدوم الوافدين من دول ذات غالبية مسلمة، ولكنه أيضا يوقف بناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ويوقف حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك. يعني هذا ما كنت أنتوي أن أسألك عنه، الملفات الخارجية. فمن دول العالم من تنفس الصعداء بفوز ترامب، ومنها من يحبس أنفاسه بنفس الفوز لنفس الشخص. هل تتوقعين تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية الأمريكية؟ نعم، يجب أن نعرف أن جو بايدن هو اليوم أكثر رئيس أمريكي يملك خبرة في خدمة العمل العام الأمريكي، يعني له أكثر من 40 سنة تقريبا سياسي أمريكي، يعرف علاقات الولايات المتحدة، ونتوقع أن يسير على ما جرت عليه العادة وتقاليد في أمريكا. حلفاء الولايات المتحدة سيبقون نفسهم، وأنداد وأعداء الولايات المتحدة سيبقون نفسهم. ستكون طريقة التعامل طبعا مختلفة، هناك الملف الإيراني، الملف الصيني، ملف كوريا الشمالية، طبعا هي ستكون محط اهتمام إدارة جو بايدن. سمعنا مثلا في ملف التعامل مع تركيا، سمعنا ذلك من أنتوني بلينكين الذي هو اليوم مرشح لقيادة الدبلوماسية الأمريكية. قبل يومين في مجلس الشيوخ كان له كلام مختلف تماما عن كلام الرئيس السابق ترامب تجاه تركيا. مثلا قال تركيا التي من المزمع أنها حليف للولايات المتحدة، هذه من الملفات التي نتوقع أن يطرأ عليها تغير تاريخي. نعرف أن تركيا كانت دائما حليف للولايات المتحدة. في عصر دونالد ترامب كان هناك انتقادات موجهة لترامب في كيف تعامل مع الملف التركي. هناك من يرى هنا في واشنطن أن إدارة ترامب صبرت كثيرا على سلوك تركيا خاصة في شمال سوريا وغيرها، وبالتالي هذه من الملفات التي أعتقد سيتغير شكل تعاطي الإدارة الجديدة معها. هذا ما سمعناه من أنتوني بلينكين، وهذا ما سمعناه أيضا من جو بايدن الذي تحدث يعني بكلمات قاسية تجاه الرئيس التركي أردوغان، قال سيدفع الثمن على عدة ملفات ومنها التدخلات في سوريا. نعم، شكرا جزيلا هديل عويس الصحفية والباحثة السياسية ومن واشنطن دي سي العاصمة حدثتني.